وسهلا فيك بيتعلم الإيطالية مع جريس، وزي دايما هاي تنكت الأهلا وسهلا المقدمة من اليوتيوب، وشكر خاص وجزيل لهم. وطبعا عندنا الرابط للقناة تبعت اليوتيوب اللي بحب نشترك فيها، وفي عندنا كمان الرابط لصفحة الفيسبوك اللي بحب انه كمان يسجل فيها ويشترك فيها، اللي من خلالها ممكن انه يحظى بمواد اضافية. وطبعا اللي بسجل فيها متأخر كتير منيح اذا بفوت على الصور وبشوف شو انا منزل شغلات غاد، ممكن يلاقي قوائم لافعال شاذة وشغلات عن الشكل. انا بقولكم من اليوم انه ابتداء من هذا الدرس راح توسخ. يعني هذا اول درجة بابتداء التوسيخ، يعني مش توسخ من ناحية كلمة انه مش كلمة عاطلة، انما راح يصير الاشي شوي اصعب، لانه راح نفوت ممكن تشوفوا بالامثلة انه في شغلات من الدروس السابقة عم بتفوت بالدروس الجديدة هاي، فالمش متمكن من الدروس السابقة راح يكون شوي عليه صعب انه يكمل يفوت يعني بهذا الدرس واللي وراه. يمكن هذا الدرس شوي اوكي، لكن باللي وراه يمكن شوي يكون صعب عليه. ف اللي مسواش الدروس اللي قبل مش هالقد محبذ يعني انه يفوت بهاي الدروس، لانه كمان انا راح امشي فيها بسرعة، مش راح هالقد ادقق. درس اليوم هو بقواعد اللغة، وهو عمليا الدرس الحادي عشر بقواعد اللغة. درس الحادي عشر بقواعد اللغة اللي تابع على قواعد اللغة هو نمبر 11. راح نحكي فيه عن الماضي الغير تام، وما يسمى الامبرفيتو بالتليان. طيب ايش بدل لي هذا الزمن؟ كتبت انا هيك انه يدل على فعل بزمن الماضي ذو تكرارية متابعة واستمرارية، يعني اشي فيه مداومة معينة، او عملان متلازمان بالماضي. ممكن انا احكي عن عملين اللي هن تلازموا بنفس الفترة بالماضي، مش اسا عمال بصيروا، لا هدول صاروا بالماضي، ممكن يكون قبل ساعتين، مين بيعرف. اوكي، هات نشوف شو هي التكرارية، امثلة على التكرارية او على المتابعة والاستمرارية. بقول لي انه قبل عامين كنت اذهب للمسرح مرتين بالاسبوع. طيب انا مش اسا عمال بروح، انا عم بحكي عن قبل عامين. اوكي، فقبل عامين هذا ماضي، شو كنت اساوي؟ انا كنت اروح مرتين على الاسبوع، مش قبل عامين روحت مرة واحدة انا على المسرح، لا كنت اروح مرتين بالاسبوع. ف هذا هو عمليا انا عندي المداومة او التكرارية او المتابعة اللي كنت انا امارسها بالماضي، ممارسة معينة كانت عندي بالماضي اعملها مرة او مرتين خلال الاسبوع. ممكن اشي كمان اللي هو حدد لي طريقة حياة يوم يومية، يعني واحد اللي بيقتل الحافلة مرتين بالنهار حتى يروح ويرجع، كمان هون بيقدر يستخدم الماضي الغير تام، اذا عم بحكي عن الماضي طبعا مش عم بحكي عن الحاضر. بده يحكي عن فترة معينة بحياته اللي كان فيها يقتل الحافلة مثلا مرتين بالنهار، ممكن نستخدم ساعتها الماضي الغير تام. في عندي عملين متلازمين. شو يعني عملين متلازمان؟ عملان متلازمان يعني، او انا حطيتهم ملاحظة، اسف خلينا نمشي على الملاحظة بعدين بنشوف شو المثل. انه بقول لي بالملاحظة انه ممكن، وهذا اشي مش اجباري،
إنما ممكن أنه يكون في عندي نفس الجملة العملين متلازمين، واحد يكون بالماضي التام وواحد يكون بالماضي الغير تام. أنا كتبت ماضي تام ماضي غير تام حتى نفرق بين التنين. أوكي، إذا بالماضي العادي بالماضي الغير تام ممكن يكون هيك عندي جملة مبنية بهاي الطريقة، انه واحد بالماضي التام والثاني بالماضي الغير تام. لكن هذا اشي مش اجباري، انما هذا اشي ممكن انه يكون. فهنا احسن رح نشوف مثل عن عملين متلازمين. انا رح استخدم جملتين اللي فيهن مرتين ماضي غير تام وجملة تانية اللي فيها مرة ماضي تام ومرة ماضي غير تام. الجملة الأولى: بينما كنت أدرس أخي كان يشاهد المباراة. بالوقت اللي أنا كنت فيه عم بدرس، أخي شو كان عم بيساوي؟ عم بيشاهد المباراة. إذا إشي بالماضي، والدلالة على هذا الإشي في إحنا عنا بالعربي كان. شو هو كان؟ فعل ماضي ناقص، صح؟ نقدر نسميه ماضي غير تام بهي الحالة؟ بعرفش. المهم انه زي ما شايفين الجملة اللي انا ببنيها بالعربي اللي بترجم لي الجملة اللي بتلياني بالماضي الغير تام هي وجود الفعل كان، طبعا بتصريفه. بينما كنت ادرس، انا مش عمال بدرس لسه، انما كنت عمال بدرس ماضي. أخوي كان يشاهد المباراة. حلو كتير. أما الجملة اللي فيها ماضي تام وماضي غير تام زي هيك: اتصلت بي بينما كنت أستحمه. يعني أنت اتصلت لي بالوقت اللي أنا كنت عمالني إيش أتحمم. اتصلت، هذا إيش انتهى، ماضي حطيته بالماضي التام. أنت اتصلت لي بس أنا بهذا الوقت شو كنت عم بعمل؟ كنت عمال بتحمم اتحمم. كان ممكن يبني الجملة بطريقة تانية، يقول انت كنت عم تتصلي وانا كنت عم بتحمم. بس برضو من ناحية لغوية مش هالقد حلو المنظر، صح؟ فبدنا ننتبه برضو لهي الشغلة. طيب خلينا نكمل. بقول للتكلم عن الطقس او عن حالة لازمتني بالماضي، ممكن انا كمان احكي عن كيف كان الطقس خلال النهار. طبعا الطقس مش انه كان عندي انا اشي صار بتاني. يعني اذا بقول انه كان الجو حار، شفت كان الجو حار، بقولش حرت الدنيا بالماضي، او ممكن اقول فجأة حرت الدنيا وكذا. لكن في عندي انا اشي اللي كان له فترة زمنية، كان له متابعة، بدي مثلا من الساعة 8 خلينا نقول للساعة 10، بنقول انه كان الطقس حار، يعني عملت حر. بالتليان نستخدم هذا التعبير، عملت حر او عملت شتاء او عملت كذا، عملت برد، اسف. فهي مثلا واحدة من الاشياء هي الطقس. انا بحكي على الطقس بالماضي، بستخدم انا كمان في زمن الماضي الغير تام. وممكن كمان احكي عن مثلا عن حالة لازمتني من وانا وصغير، مثلا ده فترة معينة من حياتي. مثلا بقدر اقول وانا طفل كان شعري طويل، اوكي، فانا ما كانش شعري طويل لدقيقة، انا ما كان شعري طويل انا لفترة معينة من حياتي وانا طفل. هاي فترة من فترات الحياة، فما ينفعش انا اجي احط هاي الشغلات بالماضي التام، او مفضل ما احطهاش بالماضي التام بالفاضي التام. طيب اشوف بلكي في امثله هنا. اوكي، كان الطقس جميلا، كان الطقس حلو، حلو كتير. عندما كنت طفلة كان شعري طويلا، شفتوا كيف؟ زي ما انت تحكي عن حالة بتقول انا ما كنت انا طفل صغير كان شعري طويل. طيب معناته لسه احنا لايش بحاجة؟
احنا بحاجة انه نتعلم طريقة تصريف جديدة، هي طريقة تصريف الافعال بزمن الامبرفيتو. نبلش. طيب خلينا نشوف اسا شو هي القاعدة اللي انا لازم امشي عليها حتى اصرف انا الفعل للامبرفيتو. بقول لي انه في عندي انا 3 عائلات. طبعا احنا كلنا بنعرف انه بالتلياني الافعال هي مكونه او هي تابعه ل3 عائلات، اللي تابع لعائله اري، اللي تابع لعائله ايري، اللي تابع لعائله ايري. طيب اول شغله بدي اعملها شو هي؟ اول شغله بدي اعملها هي حذف اخر حرفين من الفعل. يعني اذا انا عندي الفعل بنتهي باري، إذا عند الفعل بنتهي بإيري، إذا عند الفعل بنتهي بإيري، طبعا هاي الشحطة شايفين أنتم من تحت، هاي أنه أنا عمالي بتمم على الفعل هدول ال3 أحرف، يعني هاي الشحطة هي بمثابة الأحرف البقاية تبعت الفعل. أنا مش راح أتطرق لإلهن، يعني مش راح أصيبهن، راح أخليهن زي ما هن وأكمل. فأنا شو بساوي؟ عمليا بحذف آخر حرفين من هاي من هذا الفعل الغير مصرف، الفعل الأصلي. مين هن دول الحرفين؟ طبعا زي ما انتم شايفين هن الار والاي. اللفظ ري انا حذفته. اذا هاي اول شغلة انا بدي اعملها، احذف اخر حرفين. بعد ما حذفت اخر حرفين شو لازم اساوي؟ لازم اضيف حرف الفو بعد الحرف اللي بي عندي. زي ما انتم شايفين باقي مثلا عندي من عائلة آري بقي عند الآ بحط وراها فو، من عائلة إيري بقي عند الإي بحط وراها فو، من عائلة إيري بقي عند الإي بحط وراها فو. إذا الفو هاي هي شغلة كتير مهمة، هاي هي الدلالة تبعتين وأنا عم بحكي على الإمبرفيتو. بعد ما أنا زدت حرف الفو شو بدي أزيد؟ تالت شغلة بقول لي انه لازم انا اضيف النهايات التالية بعد حرف الفو. هسه نشوف شو هن، وهذا هاي النهايات انا بزيدها هي بحسب ايش؟ بحسب الضمير اللي عم بتصرف له الفعل. يعني اذا كان انا اذا كنت انا عمال بحكي عن انا، فالحرف اللي بدي ازيده بعد الفو هو الاو. إذا كنت عم بحكي عن تو اللي هو أنت، الحرف اللي بدي أزيده بعد الفو هو الإي. إذا أنا بحكي عن هو وهي ويا حضرت، يعني لوي ولي ولي اللي هي حضرت، أنا بزيد الآ. إذا كنت عم بحكي عن نوي اللي هي نحن، أنا بزيد آمو. إذا كنت عم بحكي عن فوي، أنا شو بزيد ورا حرف الفو؟ بزيد آتي. إذا كنا عمالنا بنحكي عن لورو واللي هي هم أو هن طبعا، أنا شو بزيد؟ بزيد هدول ال3 أحرف اللي هن آنو. فكل واحد فيهن هدول أنا بزيده بعد حرف الفو بحسب الضمير، بعد ما أنا زدت حرف الفو على الكل على الفعل من بعد ما حذفت اخر حرفين. طبعا هذا الاشي هسه راح يتوضح لنا بالشرايح اللي جاي، بس ها هي القاعده كلياتها راح يمشوا عليهن كل الافعال. نهينا طبعا عن مين؟ عن الشواذ، لانه نحن نعرف بالتلياني في شواذ. خليني هسه نبلش بأول مثال. أول مثال هو من العائلة آري. طبعا لسه من بعد الشرح هذا اللي أنا شرحته بالأول القاعدة، رح أشوف قديش رح يكون هوين عليك وتفهموا شو اللي عم بصير هون. فأخذنا الفعل إيش؟ منجاري، اللي منه أنا بذكركم بدي أحذف آخر حرفين بس، وبعدين أزيد وراء الفو، وبعدين أزيد عليه آخر أحرف اللي هي تنزد له بحسب الضمير التابع له. فالبدل لي
أنه هذا الفعل هو من فئة آري هي حرف الآ اللي أنا بحافظ عليه، اللي هو من آخر ثلاث أحرف، بحذف آخر تنين بخلي حرف الآ. بتأمل تكون هاي رسالة فهمت. أنا من كتر عم بعيد نفسي زهقت حالي. طيب، فالمهم هاي القائمة زي ما شايفين في احنا عنا ايش برونومي اللي هن عمليا الضمائر، وراهن في عنا كونيوغاتسيوني اللي هن ايش اللي هن او عمليا هو التصريف. كتمشو مع هذا المؤشر بقول هيك انه ايو اللي معناه انا بصير من جافو، زي ما ملاحظين ضلت عند الا ضلت عند الفو، وشو زادت عليها بالاخر حرف الاو. تو من جافي، زدت بس ايش بالاخر انا الاي، بعد ما انا خليت الا وزدت الفو خليت زدت بالاخر اي. لوي ولي ولي يا حضرت بتصير من جافا. نوي من جافامو، فوي من جافاتي، ولورو من جافانو. افكر من بعد ما انا شرحت هذيك القاعدة افكر انه هذا الاشي هون كعليكو هوي. هات ننتقل للمثال اللي ورا. مثال اللي ورا هو من عائلة ايري. يمكن نسيت انا اقولكو شو معنى الفعل الاولاني. الفعل الاولاني معناه يأكل، منجاري معناها يأكل. كريدري اسا اللي هو من عائلة ايري، كريدري معناها يؤمن او يصدق. اوكي، فهي قدامكو في عندنا كمان مرة برونومي وفي عندنا كونيوغاتسيون. نمشي مع المؤشر ايو كريديفو. شايفين ضل عندي ايش انا حرف الاي اللي حفظت عليه، ياتو هو ملون الحرف انا محافظ عليه ملونه بالليلكي طبعا. فشايفين انه الاي ملون بالليلكي، هذا انا حفظت عليه وزدت وراه حرف الفو، بعدين حطيت الاو اللي هي حسب مين، حسب الضمير. الزيادة اللي بدي ازيدها بالاخر حسب الضمير، هاي اللي بالاخضر هي الزيادات اللي ازيدها بالاخر حسب الضمير. لكن كلياتهن عندنا الاي والفو، اي وفو، اي وفو، اي وفو. اوكي، فيش حدا فيش فيو اي وفو. اللي ورا تو كريديفي، لوي ولي كريديفا، نوي كريديفامو، فوي كريديفاتي، ولورو كريديفانو. فيش شي غريب. نيجي اسا للمثال اللي ورا. مثال اللي ورا هو من عائلة ايري. بارتيري معناها يسافر. القائمة مؤشر نمشي معه ايو بارتيفو. عايش حفظت هون انا اول شغلة، حافظت على حرف الاي وزدت وراه الفو، ايفو 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 لكلياتهم، وبعدين شو حطيت زدت الشغلات بحسب ايش، بحسب الضمير. هون الاو هاي الخضرة هي بحسب الضمير ايو. تو بارتيفي، لوي ولي ولي بارتيفا، نوي بارتيفامو، voi partivate o loro partivano. فيش شي غريب. اسا هاي الاشياء او هاي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها هي قاعدة الافعال الغير شاذة. وطبعا انا في عندي افعال اللي هي شاذة اللي تقبلش هاي القاعدة او قسم من هاي القاعدة بتمشيش عليها، لانه بعد ما الواحد يصير يتمكن من اللغة بصير شوي شوي يقرب الاشياء على بعضها، بصير يلاقي حاله اسرع. على كل خلينا نكمل. طيب
خلينا ناخذ اسا الفعل السري، بتطلع عليه للوهلي بتقول اه هوين جدا، مجرد انه هو فعل اللي من عائلة ايري، انا بحذف اخر حرفين وبمشي. بيجي واحد بزكف لك من ورا بقول لك برافو حبيبي عرفت اليانيب، بقول لك برافو حبيبي حليتها انت، وبقول لك يا سيدي العزيز هذا الفعل هو فعل شاذ، اذا هو واحد من الشواذ اللي بتمشيش عليه القاعدة الأولانية، وراح تشوف قديش هذا الفعل راح يغير من منظره كليا. شوف القائمة، طلعوا اسا على القسم الثاني من القائمة اللي هو القسم اللي فيه التصريف. حطيتلكو انا بالاخضر الزيادات الاخرانية اللي لازم ازيدها على الفعل، حسب ايش؟ حسب الضمير اللي تابع له بالتصريف، يعني اذا كان اي باخد او، اذا كان تو باخد اي، هاي الشغلة الوحيدة اللي هذا الفعل ماشي عليها. تنتين من هذول الضمائر، اثنين من ستة من الضمائر، اخذ النهاية او اخذت معاها الحرف فو وكملت، بس تنتين من ستة اللي هن نوي وفوي. اما الفعل نفسه فمن أسر تحول ل اي ار، اطلع عليه كلياته اي ار اي ار اي ار اي ار. حلو، فانا من القاعدة الأولانية تقريبا ما حفظتش عايشة غير القاعدة الثالثة. خلينا نمشي عليه واحد واحد. هاد طبعا كنت احفظوه، مش راح يعني فيش قاعدة تمشوا عليها، بكون تحفظوه زي ما هو، بس تذكروا انه الفعل هذا اسري، يعني هاي بس شغل عشان انتو تتذكروا هذا الاشي، بتحول ل اي ار ار، ف ار مع ايو بتصير ايرو، مع تو بتصير ايري، مع لوي ولي تصير ايرا، مع نوي بتصير ايرافامو. وهاي واحدة من اللي شفنا فيها حرف الفو، والتاني شفنا فيها حرف الفو هي فوي اللي بتصير ايرافاتي، ولورو شو صارت؟ ايرانو. اذا مفضل انه حتى لو كنتوا بتعملوا قاعدة لنفسكم حتى تحفظوها انكم تبصموها بصم اسف لا طبعا اكيد بتروح تلاقوا طريقة اللي فيها انه انتوا حسب كل واحد كيف بيستخدم عقله وكيف بفهم عقله انه لاقي طريقة كيف يحفظن هدول، اكيد كل واحد فيكم راح يلاقي طريقته. اذا الفعل اسري بالامبرفيتو هذا هو التصريف تبعه، وهو واحد من الشواذ. راح تلاقوا بالتصريف شغلات مشابهة لباقي التصريفات التانية طبعا، لأنه أكيد بده ياخد هو عمليا شكل الفعل الغير تام أو الإمبرفيتو، وشكل الزمن الماضي الغير تام أو الإمبرفيتو، فأكيد في أشياء متشابهة، لكن زي ما أنتم شايفين أنه الفعل أسري غير كتير منظره، الشكل تبعه اللي هو معلم بالأسود هنا الشكل تبعه كتير تغير نسبة للفعل الأصلي، فعشان هيك أنا بقولكو أنه هذا الفعل بده حفظ. طيب هذا أسري، من وراء أسري طبعا بده يجي عندنا أفيري. أفيري هو من مين؟ هو من العائلة إيري. اذا انا بدي احافظ على وجود الايه، بدي احذف الحرفين
الأخرانية هتحافظ على ال A. ف بقولكو وببشركو انه هذا هون فعل افيري بالامبرفيتو هو مش شاذ. تفضل. مشيت عليه القاعدة تبعت مين؟ تبعت الامبرفيتو كلياتها تبع العائلة ايري. Io avevo, tu avevi, lui o lei aveva, noi avevamo, voi avevate, o loro avevano. بسيط جدا. امنا اخر حرفين زدنا الفو وكملنا. امنا اخر حرفين زدنا الفو وكملنا. امنا اخر حرفين زدنا الفو وكملنا. كملنا بحسب ايش؟ بحسب الضمير. بحسب الضمير. اذا زيه زي باقي القاعدة الطبيعية اللي هي مش للشواذ. بنكمل. طيب من بعد ما احنا شفنا وين بستخدم هذا الزمن، من بعد ما شفنا كيف التصريف للفعل بهذا الزمن، خلينا هسه ناخذ امثله تطبيقيه لاستخدامات هذا الزمن. اول استخدام احنا حكينا عنه هو الفعل اللي فيه استمراريه معينه، un'azione continuata nel passato. un'azione continuata nel passato. بقول المثل انه due anni fa، يعني قبل سنتين. due هي معناها اثنين، anni معناها سنين، وفا يعني عابرة. اوكي، اذا due anni fa andavo، كنت اروح، in palestra، على الجيم، ogni tre giorni، كل ثلاث ايام. حلو. هذا شو بيعني؟ انه كان في عنده هو مداومة معينة اللي دامت سنتين، اللي هي عمليا انه يروح على الى الجيم كل ثلاثة ايام. اذا دليل لإلي بهاي الحالة هو كل ثلاثة ايام، وانه هذا الاشي كان بالماضي. شو بدلل لي على الماضي؟ بدلل لي على الماضي التعبير الزمني دوي النفا. اما التعبير الزمني الثاني هو حتى يقول لي قديش كانت قديش كان يتابع هذا الجيم، كم من مرة كان يروح. اوكي، فلما انا بشوف انه في عندي شان الشكل اوني تري جورني، وانه الاشي هو بالبساتو، بقدر اقول او بقدر اطمن انا انه هنا الحكي تبعي هو بالامبرفكت. إذن هذا استخدام. كمان مثال بقول prendevamo il treno ogni mattina alle 6. كنا ناخد احنا الترين، quindi prendevamo، كنا ناخد الترين كل قديش؟ كل يوم على الساعة 6. يعني هي شي كان عندهم اشي دايم. بس هو مش عمال بقول لك وينتا، لكن عمال بقول لك انه هذا الاشي بالماضي. انا كنا ناخذ احنا الترين بالماضي بدون تحديد وينتا، كل قديش؟ كل يوم، كل يوم على الساعة السادسة. اذا في عندي برضو هون مداومة واستمرارية. اسا هات نشوف امثلة عن عملين متلازمين، un'azione passata contemporanea ad un'altra، يعني عمل اللي مرق او بالماضي اللي كان متلازم مع عمل اخر. هاي الجملة بتقول لي هيك: quando ero piccolo andavo allo studio ogni domenica. لما انا كنت صغير. بتقروا هنا كلمة ero. ero هي عمليا الفعل essere مصرف بالامبرفيتو اللي احنا صرنا مرقين عليه،
قلنا ان هو من الشواذ. اذا هو الفعل اسري مصرف بالامبرفيتو للضمير ايو اللي هو انا. فبيقول لما، لانه كواند، كواند عليها هاي الشحطه من فوق، هاي بتعني زي ما احنا بنعرف انه انحذف عندي حرف الاو، او انحذف عندي حرف. الحرف اللي انحذف عندي هنا باخر الكلمه هو حرف الاو. الكلمه كانت كواندو، كواندو معناها متى او عندما. فبهاي الجمله اكيد معناها مش متى، انما معناها عندما، لانه مش سؤال، هذا عمليا تخبير، عمال بخبرنا. فاحنا حذفنا من كلمة كواندو، حذفنا حرف الاو، حطينا محلها شحطة من فوق، ولزقنا الفعل فيها او الكلمة اللي وراها لزقناها فيها، لزقناها التنتين مع بعض، قربناهن. فكواند هاي لحال، وايرو هاي لحالها، وعند كل واحدة فيهن هي كلمة. فبقول كمان مرة أنه كواندو إيرو بيكولو، لما كنت ولد صغير، وتذكروا أنه إيرو هي أسري إمبرفي أس، يعني تصريف الفعل أسري بزمن الإمبرفيتو اللي هو عم نحكي عليه أسحنا، أو زمن الماضي الغير تام، لا الضمير إيو. بيكولو معناها صغير. إذا لما أنا كنت صغير، أنا مش كنت صغير ليومين أو ليوم أو لساعة، لا، أنا كنت صغير لفترة زمنية معينة بحياتي كنت فيها صغير، إشي كان مستمر، كان فيه استمرارية للحظات من لحظة معينة. أندافو، إذا كنت أروح الستوديو أوني دومينيكا، كنت أروح على الستوديو الستاديو آسف أوني دومينيكا، كنت أروح أنا على الستاديو كل يوم أحد على الستاد. اوكي، اذا شو بنلاحظ احنا هنا؟ انه في عندي انا فعلين بهاي الجملة، واحد اللي هو ايرو، ايرو لما انا يعني اللي هو عمليا قلنا الفعل اسري، واندافو، اندافو هو عمليا الفعل انداري مصرف ب الامبرفيتو لا الضمير ايو. فشايفين هنا في عندي انا فعلين اللي هن متلازمين نفس الوقت، وهن مصرفات التنين بايش؟ بالامبرفيتو. فهي معناها شو هذا بعني؟ وهذا بعطينا مثل عن شو بعني الافعال المتلازمة. اوكي، اذا احنا شايفين هون في عنا احنا فعلين بنفس الجملة، عنا فعلين اللي هن بالماضي، لكن اي ماضي؟ الماضي الغير تام، لانه هذا كان، لانه هذا الاشي كنت انا اسويه لفترة معينة بحياتي، هاي واحد، واثنين كان عندي في له استمرارية معينة، دوام معين. هون بقول لي كل يوم احد، ممكن يقول لي بالجمعة مرة، ممكن يقول لي كل جمعة بالشهر، يعني هاي التكرارية بالأعمال، أنا بالأعمال تبعتي. ساعتها إذا أنا بحكي عليها بالماضي، أنا زي ما اتفقنا بدي أصرفها بالإمبرفيتو. شوف المثل اللي وراه بيقول لي هيك: منتري جورجو ستوديافا فابيو غواردافا تيفو. منتري معناها لما، او بالوقت، في حين او حينما كان جورجو او جورج يدرس، لانه كان في فترة معينة اللي كان عم بدرس فيها، مش واحد، مش راح يجي واحد يدرس لدقيقتين ويقوم، لا، او نص تاني ويقوم. فهو كان في مرحلة معينة عمال بدرس بهاي البال الوقت اللي هو كان عمال بدرس، اللي اسمه جورج. هذا كان في عنا كمان واحد تاني اسمه فابيو، ممكن يكون اخوه، مين بعرف. ففابيو شو كان يساوي؟ فابيو كان يتفرج على التلفزيون. اذا صار في عنا
هنا عملية تلازم، لا شغلتين، لكن الفاعل عندي مختلف عن التاني، لكن عندي أنا عملين متلازمين بنفس الوقت. بالوقت اللي أنا كنت فيه أدرس كان هذا إيش يعمل؟ كان هذا يتفرج على التلفزيون، يشاهد التلفزيون. فهنا أنا علمت لكم كمان بالليلة كلمة منتري، لأنه كلمة منتري بهاي الجمل كلمة كتير مهمة. بالإنجليزي هي while، إذا أنا مش غلطان، إذا أنا غلطان صلحوني بالكومنتات تبعتكم، أقول لكم غلطان. طيب ناخد مثل وراه. Mentre la professoressa spiegava, i ragazzi chiacchieravano. بقول لي انه بالوقت، رجعت عندنا كلمة mentre اللي هي حينما، او بوقت ما كانت البروفيسورة او المعلمة بهاي الحالة تشرح سبيغافا، اكيد شو بدها تشرح؟ يعني تشرح الدرس، لكن سبيغافا بهاي الحالة كانت عم تشرح، انا عم بعطيكم سترجمة حرفية، الاولاد شو كانوا عمال بيعملوا؟ كانوا عمال بتخرفوا ما بيناتهن. فكمان مرة هون شو انا شفت قدامي؟ شفت في عندي فعلين متلازمين بالامبرفكت. واو، هون احنا حكينا، حطينا ملاحظة لما قلنا في عنا فعلين متلازمين، لازم انه انا لازم احكي بالامبرفيتو، لكن قلنا انه في مرات ممكن يكون في عندي فعل اللي هو بالماضي التام وفعل بالماضي الغير تام، حسب انا كيف بدي ابني الجملة. فهذا المثل لسه طلع، راح يفرجينا كيف انا ممكن احط الماضي الغير تام مع الماضي التام. الجملة عم بتقول camminavo per strada quando è cominciato a piovere. إذا بيقول أنا كنت أمشي على الطريق بالوقت اللي فيه بدي تتشتي. إذا بدي تتشتي، مش كانت عم بتشتي، لأنه الفعل هنا cominciato. يعني هون في فرق، قلت لكم حسب الجملة أنا كيف بدي أبنيها، هون قلت أنا بدي تتشتي. ف أنا هون شو لاحظت؟ في عندي فعلين بالماضي، لكن ماضي تام وماضي غير تام، وهي ممكن أنه أنا أبنيها. إذا أنا ببني الجملة على هذا النحو معناته أنا 100% صح. اللي ورا كمان، هنا كمان مرة، واستخدمنا هنا مين؟ منتري. على فكرة كمان كواندو هي واحدة من الكلمات المهمة لهذا الموضوع. طيب منتري جواردافامو الفيلم، بالوقت اللي كنا عم نحضر فيه الفيلم، ايه اريفاتو ماركو، شرف ماركو، مش كان شرف ماركو، لا شرف الاخ ماركو. فأنا عندي كلمة منتري هي مهمة لهذا الموضوع. منتري معناها حينما، كنا عمالنا نتفرج على الفيلم، أجا ماركو أو شرف الأخ ماركو. العربي ممكن يساعدك، شوف هون كيف أنه إحنا ما استخدمناش كلمة كان شرف، لا قلنا دغري أنه هو شرف. إسا هات نكمل لقدام. طيب إسا بدنا نشوف إحنا حالات الطقس، الحالة الفيزيائية أو الحالة يعني العملية الجسدية، والحالة النفسية أو حالة المشاعر تبعت البني آدم. فحالة الطقس والحالة الجسدية وحالة المشاعر والأحاسيس والنفسية تبعت البني آدم، إذا هي صارت بالماضي أنا بدي أحكي عنها وبدي أخرف عنها بأي
بأي زمان، بس بزمن الإمبرفكت. بالتالي عم بقول كونديتسيوني أو ستاتي اللي هن ممكن يكونوا اتموسفيريتشي، فيزيتشي، ايموتيفي، اي راكونتاري سيتواتسيوني نيل باساتو. اوكي، فأول جملة بتقول لي لا جورناتا هي معناها النهار، والنهار بالتلياني هو ايش؟ هو بالمؤنث، فعشان هيك بده ياخد الصفة طبعا ياخدها بالمؤنث. فبده اياك على 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 النهار كيف كان. فشو بستخدم؟ استخدم الفعل اسره حتى يقول لي انه كان حلو. استخدم الفعل اسره، صرفه بالامبرفيتو لمين؟ لا لوي ولي ولي يا حضرت. ف بنشوف هنا انه عمال بقول لي انه النهار كان حلو، فكون الجملة بهي الطريقة لا جورناتا ايرا بيلا، اذا النهار كان حلو. فاصلة سبلنديفا السولي، يعني الشمس كانت مشعة. واعرفوا ان الشمس بالتلياني هي مذكر، فسبلنديفا السولي. فاصلة ما فاتشيفا فريدو، لكن كان برد. احنا بالعربي نقول كان برد، لكن بالتلياني بقولوا عملت برد، كانت عم تعمل برد، كانت عم تعمل برد. فكمان مرة النهار كان حلو لا جورناتا ايرا بيلا، فاصلة الشمس كانت مشعة سبلنديفا السولي، فاصلة ما فاتشيفا فريدو، كانت عم تعمل برد. فكل اياتن هدول حالات اللي كانوا بمرحلة معينة، يعني بزمن معين، بحبكة زمنية معينة بالماضي، لكن استمرت لا ممكن تكون لساعة أو لنص ساعة، كان فيها استمرارية. إذا أنا بدي أجي أقول أنه مثلا كانت مغيمة وفجأة طلعت الشمس، ساعتها أنا بستخدم واحد إمبرفيتو. طبعا لما بدي أقول أنه كانت مغيمة بستخدم أنا الإمبرفيتو، وفجأة طلعت الشمس بستخدم إيش؟ بستخدم الماضي العادي. فبهي الحالة بقدر أنا أغير بين التنين. لما بحكي عن إشي فجأة طلع، زي ما قلنا إنه أنا كنا عمالنا بنحضر الفيلم، وفجأة أجا ماركو. هاي الفجأة أجا ماركو أو شرف ماركو بالوقت اللي إحنا كنا فيه بنحضر الفيلم، هذا إيش؟ هذا إحنا كتبناه بالماضي، لأنه خلص إشي صار وانتهى. إنه الفعل تبع أجا أو شرف هذا إشي خلص، يعني بأنه فات الباب انتهى، خلصنا ما علينا. أوكي؟ أما هون لا، هون كان في استمرارية لفترة معينة. مهمش أنا عماني بشدد على هذا الإشي، لكن حتى تفهموا كيف بقدر أنا أصير أفرق بيناتهم. أنا كان عندي حتى بس قديش مشكلة فيها بالبداية، بس بعرف أنه مش هوين أن الواحد يلقطها دغرة. بقول لي كمان هنا كواندو إيرو بيكولا، رجعنا لإيش؟ لفترة زمنية بحياتي لما أنا كنت صغيرة. كواندو إيرو بيكولا أفيفو لونجي كابيلي بيوندي، كان عندي شعر إيش؟ شعر طويل وأشقر. فالبنت عمالها بتحكي عن لما هي كانت بنت صغيرة كيف كان شعرها. إذا هاي حالة إيش؟ حالة فيزيائية، حالة اللي هي
جسدية. فأنا مش ليش أقول لما كنت صغير شعري طويل، شعري طول مثلا، لا، في هنا اشي اللي هو استمر لفترة بحياتي، استمرارية. إذا شايفين في عندي هنا فعلين اللي هن بالماضي الغير تام، ايرو و افيفو. حلو كتير. هنا في عنا قائمة بأفعال شاذة، قسم من الأفعال الشاذة اللي المهم أن الواحد يعرفهن. إذا أفعال من الأفعال الشاذة اللي المهم أني أعرفهن. طبعا هاي مش كل الأفعال الشاذة، لكن هاي الأفعال مهم أنك تعرف أنه هي شاذة، لأنه راح باللغة راح تستخدمها كتير. هاي القائمة راح أتركها أنا على صفحة الفيسبوك للي بحب أنه يستفيد منها. الفعل الأولاني هو فاري، معناها يعمل، وهذا الفعل دائما مغلبنا بالتلياني، فيش مرة كنش مغلبنا. الفعل إسري اللي احنا صرنا مرئين عليه. الفعل ديري معناها يقول، هذا كمان فعل مغلبنا. الفعل تردوري معناها يترجم، زي ما انا اسا عماني بترجم. والفعل بيري معناها يشرب. انا رح احاول اعطيكو تريك اللي يساعدكو بس هنا بالتصريف. مثلا خلينا ناخذ الفعل فاري. الفعل فاري اذا انا بحوله لفاتشري، فاتشري يعني اف ا تشي اي ار اي، انا حليت المشكله، لانه طلعوا عليه كلياته فاتشي 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 فاتشي، كله نفس الشيء، حذف الار اي. فاذا انا بحوله هذا الفعل لفاري، لا لفاتشري، فعل فاري بحوله لفاتشري، انا حليت المشكله، حفظته. هسه هاي تركات للحفظ، انتبهوا لايه، تركات للحفظ. اذا الفعل فاري حوله لفاتشري وحلها وصرف اياها. ايو فاتشيفو، تو فاتشيفي، لوي لي لي فاتشيفا، نوي فاتشيفامو، فوي فاتشيفاتي، لورو. ولورو طبعا هون اللورو الثاني هي للحضارات، اوكي. فاتشيفانو الفعل اسري، خلص هون مرقين عليه بدنا نشوفه اللي ورا. الفعل ديري، اذا انا بحول الفعل ديري لديتشيري، بهاي الحالة انا حليت المشكلة، يعني دي اي تشي اي ار اي تيتشري، بحذف الار اي وبكمل بعمل التصريف. ايو ديتشيفو، تو ديتشيفي، لوي لي لي ديتشيفا، نوي ديتشيفامو، فوي ديتشيفاتي، لورو ديتشيفانو، كل نفس الشيء، ديتشي 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 ديتشي. طيب حلو كتير. النط للفعل ترادوري، اذا انا بحول الفعل ترادوري لا ترادوتشري، انا كمان حليت القصة، لانه كلياتهم بيبدو بترادوتشي ترادوتشي 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 ترادوتشي، اوكي. فا ايو ترادوتشيفو، تو ترادوتشيفي، لوي لي لي ترادوتشيفا، نوي ترادوتشيفامو، فوي ترادوتشيفاتي، لورو ترادوتشيفانو. بيري، اذا انا بحول بيري لبيفري، انا كمان حليتها، لانه كلياته فيو بيفي 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 بيفي. فاذا بيفري بحذف منه الر اي الاخرانيه، حلت المشكله، اوكي. من كمل. طيب في عنا اشي بالتلياني اسمه imperfetto attenuativo، يعني هو الامبرفيتو اللي انا بستخدمه للتلطيف.
مش هلطف الجو بين واحدة يعني. طيب شو يعني هذا؟ في عنا تفسير عن الشكل، او هاي هو الطريقة اللي انا بدي استخدمها هسه، انه بكثير من الاحيان انا في عندي بعض الافعال اللي هن هدول الثلاثة: فوليري، ديزيديراري، بريفيريري. فوليري معناها يريد، ديزيديراري معناها يرغب، يشتهي، يحب، مش يحب يعني لاف، لا يحب يعني يود، او يريد. ممكن كمان انا استخدم ديزيديراري وكانها يريد، اوكي. وبريفيريري اللي هي عمليا التفضيل، يفضل. هذول الافعال انا بحطهم بزمن الماضي الغير تام حتى اسوي ايش؟ حتى اجمل الطلب او اجمل الجمله واحولهن لجمل اكثر ادبيات، اكثر ملطفات. مثال على هيك هو هي الجمله: بونجورنو، صباح الخير. واحد فات على بار، فات على كافيه، طبعا البيطاليا البار ممكن كمان تاخد فيه قهوه، مش مشكله عندن، مش انه البار يعني خلص راح فكرك بس للكحول يعني، لا مش مزبوط هذا الاشي. المهم فات على بار او على كافيه معين، او بده يطلب غرض. شو بده يطلب صديقنا هون بعد ما قال صباح الخير بونجورنو؟ حط فاصله، قال للي بيشتغل هذا، قال له فولي فونو بوتيليا دا كورناتورال، كنت اريد. شوفوا، تخيلوا انتو كيف كلمه حولت الاشي لاشي اكتر مؤدب. كنت اود او كنت اريد قنينة أو إزازة، حسب كل واحد شو، أو إزازة يا أخويا، حسب شو كل واحد فيكم بحكي هي لهجة، بعرف إيش أنا. إحنا بنقول قنينة أو قنينة، هو كل واحد كمان من أي منطقة، في إيش بلفظ عندنا القاف إيش بلفظهاش. ف قال له بدي قنينة مي طبيعية. لحظة، إذا هون طبيعية هي مش انه بطلت معدنية، لا هي قنينة مي معدنية، لكن في عنا فرق بالتليانة، في عنا ناتورالي وفي عنا فريتسانتي. لما تروح انت على البار دغري بقول لك بدك ناتورالي ولا بدك فريتسانتي. فريتسانتي يعني هاي اللي فيها غاز عمليا، لانه في عنا دايما اناني اللي فيها غاز واناني اللي بلا غاز. فلما قال هو ناتورالي هي الاناني اللي بدون غاز، هذا هو الفرق بيناتهم. اما التنتين هن مي معدنية، تيجيك بالقنينة بتفتحها عادي، مي مسكرة من المصنع من هذا، كله منيح. ف المهم نبعد شوي عن النكت، فمنرجع بنقول هيك انه هدول الافعال لما انا حطيتهم بالماضي الغير تام غيروا شوي من معناهن، غيروا شوي قصدي من طريقة دفش اللي احنا متعودين عليها بالعربي، اعطيني كذا ومرقلي كذا، عشان في كل الدول في كل البلدان يعني، او ناولني كذا يا اخوي وهيك. ف اذا انا حولت فوليري للامبرفيتو بقول كان بودي، اذا حولت ديزيديراري للامبرفيتو بقول كنت أرغب. يا سلام، شوف محلاها هاي. إذا حولت أنا بريفيريري بقول كنت أفضل، طبعا حولها لإمبرفيتو بتصير كنت أفضل أن. فإذا هدول الثلاث أفعال حلو إن الواحد يستخدمهم باللغة تبعته. هذا الإشي ما كانش مفسر ببداية الدرس عنهن، كنتش أنا جايب سيرتهن، هذا إشي إكسترا أنا أعطيتكم إياته لا استخدام افضل للغه، للي بحب انه شوي يمر يحسن لغته. في عنده هدول الثلاث افعال لما بده يطلب بحولها للامبرفيتو بصير طلبه احلى، طلبه مؤدب اكتر، فبصير ملطف اكتر. طيب طولنا عليها كتير هاي الشريحه،
بقولكوا انه هيك احنا وصلنا لنهاية الدرس تبع الامبرفيتو. بتأمل انكم تكونوا استفدتوا منه، كتير طلبوه مني. ما كانش هوايا تحضيره، حتى لو انه هذا الدرس عمليا شفته انه شرايح فيه قليلة، لكن تحضيره اتطلب شوي مني وقت. وبرضه ما كانش هوين تمريقه، فكنت اضطر اني اعيد على الاشياء حتى اتأكد انه انا صغتها بالشكل الصح لإلكم. فبتأمل عن جد تكونوا استفدتوا منه هذا الدرس، واللي كان بحاجة لإله يكون عن جد فهم الموضوع كلياته ككل، وفهم شو السيري هون. فهيك انا بقولكوا انه احنا وصلنا لنهاية الدرس، وهي طبعا للي بحب انه يشرب الشاي ويروق اعصابه بعد هيك درس طويل. انا شايف عندي هون العداد عمال بمشي، صرنا مارقين 55 دقيقة. يعني يعطيكم العافية. بترك لكم زي دايما الرابط لقناة اليوتيوب للي بحب انه يتابعني، ويا ريت كل اللي حب الدروس تبعتي انه يتابعني ويحاول انه ينشر الدروس قد ما بيقدر. بيتها طريقة، يعني مش بيتها طريقة، بيتها محل هو بيلاقيه مناسب انه ينشر فيه هذه الدروس. وطبعا للي بحب انه يتابعني يكبس على هاي الطابة الحلوة. وفي عنا الفيسبوك للي بحب انه يشارك فيه ويستفيد من المواد اللي انا بنشرها. في عنا قوائم شواذ وهاي الامور اللي بحب انه يستفيد منها، لانه مرات صعب ان الواحد يلاقيها، مش دائما هوين الواحد يلاقيهن. وبقولكو الى اللقاء مع درس اخر كالعادة. وبالتالي يعني زي ما بنعرف انه هي الريفيديرتشي اللي معناها الى اللقاء. فيعطيكم الف عافية ونشوفكم بدرس تاني. يلا باي باي.